متابعينا متابعي فيتو في كل مكان، اهلا بكم من داخل نادي غزل المحله. معانا ومعاكم الكابتن صابر عيد، المدير الرياضي لنادي غزل المحله. اهلا بك يا كابتن صابر. اهلا بك يا ابراهيم. كابتن صابر، الفتره اللي فاتت كانت فتره صعبه جدا على مجلس اداره نادي غزل المحله والجهاز الفني السابق والجماهير. حضرتك حابب تقول ايه عن الفتره السابقه لنادي غزل المحله اللي توجت ببقاء نادي غزل المحله في الدوري الممتاز؟ هو الحمد لله رب العالمين، الامور كانت يعني اتصعبت علينا، يعني الدور الثاني كله بدات الامور شويه بقت صعبه، لان كان عندنا يعني في اصابات، في تغيير مدرب، كان الوضع صعب. انت عارف جمهور المحله من جماهير محبه للنادي وكده، انما الحمد لله رب العالمين في يعني في النهايه اللي حصل ان احنا قدرنا يعني نستنى في الدوري، وده اللي كان يعني مش هقول لك ان كان طموحنا كده، لا احنا كان طموحنا ان احنا نبقى في وضع احسن من كده، انما ان شاء الله باذن اللي جاي ان شاء الله يبقى احسن. يعني ان شاء الله تعاقد نادي غزل المحله مع مدرب جديد باو فاسيليو، وحضرتك حابب تقول يعني المدير الفني الجديد وطموحات الجهاز الفني من خلال مقابلاتك معاه؟ هو الاول طبعا الناس كلها كانت يعني قاعده تتكلم فين الجهاز الفني، ناس تقول لك اجنبي مصري، انما مجلس اداره كان يعني بيشتغل يعني من غير ضغوط، كان عندنا بعض المدربين المصريين، بعض المدربين الاجانب، وفي الاخر يعني وقع الاختيار على المدرب بابا فاسيل. الحمد لله رب العالمين، الراجل ده طموحه عالي جدا. احنا لما الباشمهندس لما قعد معاه وانا قعدت معاه واتكلمت معاه في الفنيات لما تعادنا معاه في القاهره، شفت الراجل ده بصراحه ربنا فكره عالي جدا. اولا الناس كلها كانت خايفة ان نجيب مدرب اجنبي مش عارف اللعيبة، لا انا لما رحت قعدت معاه لقيته عامل داتا كبيرة جدا على اللعيبة كلها بالفيديو، عارف نقط القوة اللي عندنا، نقط الضعف اللعيبة عارفها بالاسم، يعني مش عاوز اقولك تحس ان هو مدرب مصري عايش معانا. فان شاء الله باذن الله يعني انا بتمنى بس ان جماهير المحلة تصبر على المدرب ده، لان انت عارف تجربة، احنا قبل كده جالنا 4 مدربين اجانب على تاريخ غزل المحله، ده يعني ممكن يكون الخامس، وانا اتمنى ان شاء الله باذن الله ان التجربه تنجح، لان الراجل ده فكره الكروي كبير، بيلعب كوره، واحنا نتمنى ان فرقتنا ان شاء الله باذن الله تحقق طموح المدرب وتحقق طموح جماهيرنا ان شاء الله. سؤال بيشغل بال كل جماهير المحله، صادر الصفقه والكلام كتير عن الصفقات، ولسه النهارده سامعين كلام عن محمد جابر لاعب النادي المصري السابق، فحابب تقول ايه عن موضوع الصفقات؟ برضو انا كنت بحب اطمن جماهير المحله، لان بعض جماهير المحله قالت ان احنا جبنا صفقات قبل ما نجيب المدرب، وده عمره ما يحصل، لان احنا يعني احنا ناس لعبنا كوره واشتغلنا في التدريب وكده، استحاله ان انا اروح افكر اجيب لعيب الا لما المدرب يشوفه يعني. فاحنا كان شغلنا الشاغل ان احنا نجيب الاول الجهاز الفني جه، بدانا نعرض عليه اللعيبه اللي بتعرض علينا من سواء من اللعيبه او من بعض الوكلاء، وهو اللي بدا اختيار، احنا بنعرض عليه، ولو هو معاه طبعا انت عارف معاه يعني مساعد مصري كابتن عبائي جمال من الناس المحترمه جدا، بنقول له لو انتوا عندكم حتى اللعيبه اللي انتوا شايفين هتخدم من الاستراتيجيه بتاعتكم يعرضوها علينا، واحنا في الاخر ايه بنشوف يعني ان يعني هتناسب قدراتنا والكلام ده. فاحنا كل حد بنجيبه بناء على اختيارات الجهاز الفني. عايز اسلم الكابتن صابر عيد للجماهير المحليه قبل بدايه الموسم وقبل الاعلان عن الصفقات الجديده، حد تقول لجمهور النادي غزل المحله؟ لا، هو جمهور المحله ده يعني بصراحه ربنا مش عاوز اقول لك يعني ده هقول لك ايه، هو العامل الرئيسي في بقائنا السنه دي هو جمهور المحله. جماهير المحلة بتعشق النادي، بتعشق البلد، أنا أتمنى إن شاء الله بإذن الله إن هم يعني يبقى في دعم، مش هنقول لمجلس إدارة، لا دعم للجهاز الفني ودعم للاعيبته، لأن دولت هم سلاحنا. لو الجماهير دعمت كويس الجهاز الفني، دعمت اللعيبة، إن شاء الله هنروح في حتة تانية. فأنا طالب بس من الجماهير إن شاء الله تصبر تساعدنا وتساعد الجهاز الفني وتساعد اللعيبة، وإن شاء الله بإذن الله نروح في حتة تانية. إحنا نتمنى إن إحنا نرجع لوضعنا الطبيعي. خلي بالك الكوره بقت امكانيات عاليه جدا، امكانيات ماديه، احنا مش عاوز اقول لك بنصارع مع انديه عندها امكانيات ماديه عاليه جدا جدا جدا، احنا بنشتغل في حدود امكانياتنا، بس الحمد لله رب العالمين ان احنا نقدر ان شاء الله باذن الله نبقى في وسط الناس دي، ونتمنى ان احنا يعني نوصل لطموح جماهير غزل المحله ان احنا نبقى في مركز ليك بالنادي يعني ان شاء الله.